أعزائي المشاهدين، مشاهدي الفضائية المصرية في كل مكان ومشاهدي برنامج المطار، دايما لقائي معاكم بيتجدد كل يوم جمعة من كل أسبوع من خلال فقرة الأخبار المحلية والعالمية وفقرة لقاء مع مسؤول وأخيرا فقرة لقاء مع السياح. يلا بينا نبتدي حلقتنا، خليكم معانا وتابعونا وحلقة جديدة من برنامج المطار. ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة الأخبار المحلية والعالمية. مواطنا إسرائيليا أبلغ عن عثوره على قنبلة فوق منقعته في إحدى الطائرات بمطار بن غوريون والمتجه من إسرائيل إلى أوكرانيا. وقام المواطن بإبلاغ طاقم الطائرة والكابتن، وعلى الفور تدخل فريق الأمن الداخلي في المطار وأعلن حالة الطوارئ، حيث قام موظفي أمن الموانئ بتفتيش جميع الركاب على متن الطائرة والبلغ عددهم 143 شخصا. كما تم فحص أمتعتهم بصورة صارمة مع الاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة، مشيرة إلى أنه لم يتم العثور على شيء في النهاية، وتم السماح للركاب بالعودة على الطائرة التي أقلعت بعد ذلك. كلب صغير في مدرج مطار تعز يعرقل هبوط طائرة خطوط الجوية اليمنية. عرقل ظهور كلب صغير في مدرج مطار تعز هبوط طائرة الخطوط الجوية اليمنية التي اضطرت إلى تغيير مسارها والهبوط في مطار عدن. كانت الطائرة قادمة من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وعندما كانت تدأها للهبوط لاحظ قبطانها وجود كلب صغير في مدرج المطار وقرر فورا الهبوط في مطار آخر وهو مطار عدن. الاتحاد للطيران يطلق حملة لتعزيز كفاءة برنامج ترشيد استهلاك الوقود. أطلقت الاتحاد للطيران حملة تمتد أسبوعا لتعزيز كفاءة برنامج ترشيد استهلاك الوقود وزيادة الوعي فيما يخص جهودها الكبيرة للحد من الانبعاثات الكربونية. برنامج ترشيد استهلاك الوقود سوف يسلط الضوء على أنشطة خاصة من شأنها الحد من استهلاك الطائرة للوقود خلال تواجدها على الأرض وفي الجو، مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والراحة للمسافرين. ويؤدي الحد من حرق الوقود إلى تخفيف الانبعاثات الكربونية، وبالتالي يحد من الآثار السلبية المحتملة لقطاع النقل الجوي على البيئة. العاصفة الثلجية أدت إلى ارتباك النقل البري والجوي. أدت العاصفة الثلجية القوية التي ضربت جنوب وشمال شرق الولايات المتحدة إلى حدوث ارتباك كبير في مستوى النقل البري والجوي، وأجبر العديد من الأمريكيين على البقاء في منازلهم، كما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل. شحن عددي 16 طردا لدفاتر التصويت على الانتخابات الرئاسية. قامت أجهزة الأمن بمطار القاهرة الدولي بالإشراف على شحن عدد 16 طردا من دفاتر خاصة بتصويت المغتربين على الانتخابات الرئاسية إلى شمال وجنوب سيناء، وذلك على الطيران المصري. وزير الطيران يفتتح الاجتماع التنسيقي الأول لشركات الطيران المصرية. اجتمع طيار حسام كمال وزير الطيران المدني الثلاثاء الماضي برؤساء مجالس إدارة وممثلي شركات الطيران المصرية، وذلك بحضور الطيار محمود الزناتي رئيس سلطة الطيران المدني والطيار سامح الحفني رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية. وأكد وزير الطيران المدني أن الهدف من الاجتماع هو تفعيل التعاون بين جميع الشركات المصرية والتنسيق المشترك فيما بينهم وبين الشركة الوطنية للطيران، مشيرا إلى أن الشركات الخاصة قادرة على تفعيل دور مطار القاهرة كمطار محوري عن طريق تبادل الركاب بين رحلات الشركات الخاصة القصيرة ورحلات مصر للطيران الطويلة، مما يخدم جميع الأطراف. حريق محدود أعلى سقف إحدى صالات السفر بمطار الغردقة.
صرح الطيار جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية أن أعمال تركيب إحدى وحدات التكييف المركزي لسقف مبنى ركاب رقم 1 بمطار الغردقة والتي تجرى ضمن أعمال الصيانة الدورية لمطار والرفع كفاءته تسببت في حدوث حريق محدود أعلى سطح إحدى صالات السفر، وأضاف أن الركاب لم يشعروا بالحريق واستمروا في إنهاء إجراءات سفرهم ولم تتأثر الحركة داخل المطار، وتم تشكيل لجنة فنية عاجلة لتحديد أسباب الواقعة وإعداد تقرير مفصل في غضون 24 ساعة. الاتحاد يطلق مبادرة لدعم السفر على الشركة الوطنية. التقى الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني بمكتبه بوفد اتحاد المصريين في أوروبا برئاسة الدكتور عصام عبد الصمد رئيس الاتحاد، حيث يتبنى الاتحاد حملة اركب طائرة بلدك، وذلك بين الجاليات المصرية بأوروبا، وذلك دعما من الاتحاد للشركة الوطنية والاقتصاد القومي المصري. وصرح وزير الطيران بأنه يقدر مثل هذه المبادرات التي تهدف لتدعيم الاقتصاد القومي والإسهام في زيادة حصيلة الدولة من العملات الصعبة، وأضاف أن الوزارة تقدم كل الدعم حتى يتواصل المصريون المغتربون مع بلدهم الحبيب، وأن تكون الشركة الوطنية هي الناقل المفضل لديهم في رحلاتهم من وإلى مصر. سعدنا ان يكون معانا لواء طيار جاد الكريم نصر رئيس الشركه المصريه للمطارات. بنرحب بحضرتك على شاشه الفضائيه. اهلا بيك يا فندم. ايه هي الخطط العامه اللي بتتم لتطوير الطيران الاقليمي او المطارات الاقليميه وبوجه عام عموما؟ هو طبعا في خطه طموحه لوزاره الطيران المدني. الطيران المدني في عموما في العالم دايما بيبقى قاطر التنميه في دولته. المطارات من الأشياء المهمة جدا وإحدى قطرات التنمية في وزارة الطيران المدني. بالتالي طبعا احنا الخطط بدأ من زمان، يمكن من 2005 ومن التسعينات في بدايات للمشاريع والفكر فيها. أهم حاجة أن تبقى تستكمل هذه الخطط ما تتوقفش، وهي فعلا لم تتوقف خلال أيام الثورتين العظام اللي كانوا في مصر الفترة اللي فاتت. خطط مستمرة، متابعة للخطط. في 2014 إن شاء الله في بوادر خير احنا هنفتتح مبنى زي كده. وعايز أقول لحضرتك إن افتتاح مبنى بهذا الحد والتكلفة مليار و600 مليون لوحده، ممر 486 مليون في أول 2015، دي مشروعات قومية طبعا، دي مشروعات دولة، وبل أقدر أزيد عن كده أقول لك دي مشروعات عالمية. لأن يمكن بالذات في المدن السياحية اللي بيستفيد بهذه المشروعات أغلب الراكب الأجنبي اللي هو جاي يستمتع، وإحنا طبعا عشان نستضيفه حق علينا أنه هو لازم يجد كل التيسيرات وكل الراحة عند الوصول أو عند السفر. يمكن بنقول أن مطار برج العرب هو مطار صديق للبيئة. إيه هي الخطط أو كيفية الوصول للمطار برج العرب أنه يبقى صديق للبيئة، وإزاي ممكن نخلي باقي المطارات على غرار مطار برج العرب؟ والله طبعا ده سؤال مهم. هو ده حاجه تكنولوجيا حديثه بدات تطبق في بعض المطارات العالميه. يمكن انا كان ليا حظ ان انا شفتها في اليابان وعجبتني جدا. يمكن ان شاء الله يعني في مبنى جديد للركاب هيبدا هيطرح قريب بساعة 4 مليون راكب عشان يخفف الضغط على مطار برج العرب. هي مبنى الركاب اللي موجود مليون ومتين ألف راكب سنويا مش مكفي، لأن الساعة وصلت أو الطاقة وصلت حاليا لاتنين مليون وتمنمية ألف، يعني عنده ضعف الطاقة. غالبية شركات الطيران المستخدمة مطار برج العرب هي طائرات منخفضة التكاليف، بتجيب أهلنا اللي بيعملوا في مدن الخليج أغلبها. فطبعا مبنى زي كده هنعمله بأربعة مليون راكب دور واحد في جميع التسهيلات، هيبقى بتكنولوجيا ياباني. ان شاء الله عندنا يعني عرض ربنا يوفقنا فيه ان احنا يعني يبقى بقرض او الجزء المكون الاجنبي هيبقى بقرض ياباني، وهيطبق التكنولوجيا اللي هي البيئه استخدام للطاقه الشمسيه، وده هيوفر 20% من الطاقه. تدوير مياه الحنفيات، بمعنى انه هياخد الخارج من ميه الحنفيه ويدوره ويرجع تاني على الصرف فقط،
يعني يرجع على الصرف فقط، لا تستخدم زي الريسايكل كده للحاجات اللي ريسايكل عندنا. في ريسايكل للمخلفات سواء الزجاجي منها او البلاستيك او الورقي او حتى المعلبات. في تقليل الانبعاثات الكربونيه، تقليل الضوضاء، استخدام للطاقه النظيفه، زياده من الخضره. يعني كل دي هي دي ده اللي هو مطار صديق للبيئه. بالنسبة لمطارات الصعيد زي مطار سوهاج ومطار أسيوط، إيه اللي تم من تطوير للوصول لتلك المطارات إنها تصبح مطارات عالمية؟ الحقيقة مطارات الأقصر وأسوان كانت من المطارات المحظوظة وحصل فيها تطوير من بدري. يعني يمكن في مطار الأقصر افتتح في 2005، أسوان افتتح قبليه في 2003، وكان برضو في تفكير في المستقبل البعيد. فالمطارات دي أولا الطاقة الاستيعابية بتاعتها تكفي جدا، يمكن كل مطار فيه حوالي 4 مليون راكب. بالنسبه للاقصر واسوان مفيش حاجه تفكير في التطوير دلوقتي، لكن في استمرار في الصيانه والمحافظه عليه. يمكن طبعا سر الاحتفاظ برونقه ان طبعا العاملين طبعا منتمين الى هذا المكان، فبيحافظوا عليه وعلى استخدامه. ده بالنسبه للاقصر واسوان. اسيوط وسوهاج احنا افتتحنا مبنى ركاب جديد في 2010 بالنسبه لاسيوط، وقبليه اعتقد مبنى ركاب في سوهاج. فمباني الركاب دي حديثه جدا. الطاقه الاستيعابيه تكفينا في الاقصر في اسيوط وسوهاج حتى 2025. يمكن اسيوط هنضطر نغلقه لفتره من الوقت، بس يعني في شهر 6 يمكن، وعلشان بس نعيد دراسه في الممر ونعيد تاهيله. وبالتالي هيصبح مطار دولي عن حق، يبقى يسهل وصول وسفر أهلنا في من أهالي الصعيد إلى الدول اللي هم بيعملوا فيها. مطار سوهاج يعمل حاليا بكفاءة، إن شاء الله على القريب العاجل هيستخدم في الطيران الليلي وحاليا النهاري فقط. إن شاء الله قبل ما نغلق مطار أسيوط فترة وجيزة هنفتتح مطار سوهاج للطيران الليلي. إن شاء الله مطار النزهة يعني يمكن نفتتح قريب إعادة رصف الممر بتاعه. في نفس الوقت هنبتدي العمل في تجديد مبنى الركاب في مطار النزهة. برضو مطار طابة قريب هنفتتح الرصف بتاع مطار طابة. مرسى مطروح زي ما قلت إن شاء الله مع نهاية الموسم السياحي في أكتوبر القادم هنبتدي إعادة أعمال رصف في ممر الطائرات لمدة 5 شهور. يعني في الحقيقة 2014 زي ما حضرتك قلتي بالنسبة للشركة في حاجة مهمة جدا إن شاء الله يمكن قريب يعني نسمع يعني أخبار مبشرة ونتائج طيبة ونبتدي العمل في مبنى الركاب الجديد في مطار شرم الشيخ أو مبنى الركاب رقم 3. وإذا جاز لنا يبقى المبنى رقم 4 لو أضفنا إليه مبنى ركاب الطائرات الخاصة. ده مبنى ركاب هيبقى مبنى ضخم 10 مليون راكب لوحده. هتصل الطاقة الاستيعابية إلى 18 مليون راكب، لأن حاليا شرم الشيخ 8 مليون راكب. شرم الشيخ ديستنيشن مهم جدا بالنسبة لأوروبا، هيتعمل حاجة يعني هتفخر بها مصر كلها. وده هيبقى بتكلفة 4 مليار جنيه. 4 مليار. فزي بقول لحضرتك مشاريعنا كلها مشروعات دولة، ما هياش مشروعات شركة أو وزارة. فبالتالي طبعا وزارة الطيران المدني يعني مهتمة جدا بهذه المشاريع. واحنا بدورنا طبعا يعني بصفتنا جزء من مصر لابد احنا طبعا يعني نهتم ونعمل ونبقى دايما صرح بناء لمصر. تمام. ان شاء الله ان شاء الله. في نهايه حواري واللي دايما بكون سعيده بيه، بشكر اللواء طيار جاد الكريم ناصر رئيس الشركه المصريه للمطارات. شكرا لحضرتك. Hello and welcome to Egypt. Where do you come from? From England. Have you ever been to Egypt before? This is the first time for you? I have been before, yes. Several times. Yes. Yeah. And this time, which time this time? This is the fifth, I think. Fifth. Yes. This time, what is the purpose of your visiting to Egypt? I was working. I had to come to a meeting. So what do you do? I'm a civil engineer. I'm a planner for ports and harbors and things like that.
What's your opinion about the future of development in Egypt in this field? Well, it's got a lot of prospects. I've been working on Port Said, Port Said East, yes, port. Port Said, yes. So it's going to be a very big port, you know. Mm-hmm. So I'm helping to plan it. Does the state program in this time include any open or any places, any tourist places this time? No, I haven't had the opportunity. Like almost every time I've been here, I haven't had the opportunity to go and see anything much. I had a holiday once in Sharm El Sheikh some time ago, a long time before, ago. Before, yeah. Yes. But how did you find Sharm El Sheikh before? I'd like to see more, really. But I haven't had time, you know, and this time. How did you find Sharm El Sheikh? Sharm El Sheikh? Yeah. Well, it was very nice, yes. It was very enjoyable there, yes. Damietta and Alexandria I went to, just very one day for meetings. And then I did one tour around the pyramids one day when I was in Cairo. Are you going to recommend your friends or relation to visit Egypt as a perfect choice? Yes, I would. I haven't had any problems when I've been here. People have been very nice, you know, kind to me. You as Breton, how do you consider Egypt? Well, I think a lot of people think of Egypt as a very important place in the world, you know, I mean, and hoping that things get better in the future, you know, for everybody. Yeah. Yes, because it's important that they do. It's a big country and got a long history of, tradition. I mean, you know, we're going back. Everybody knows about Egypt, I think. So I think we admire that. What are the differences you recognize since your arrival this time? This time, yeah. From before. Not really much change. Maybe people a little more hopeful at the moment than they have been before. Uh-huh. So, and they hope that things will be stable and settled. Yeah. Just as ordinary taxi drivers or people like that I speak to on my way from, you know, where about. Mm-hmm. You think that Egypt is witnessing a state of stability this day, right? Well, I think it will, hopefully it will change. I haven't had any problems while I've been here, so I wouldn't say to people, you know, you have to be careful or that sort of thing. You know, I think people worry a lot about what they see on the media, you know, about it. And it's not, it doesn't always reflect what it's like in reality, you know. So that's the same anywhere, I think. I hope you enjoy your time always. خلصت بسرعة حلقتي معكم النهاردة. مستنية كل اقتراحاتكم وأرائكم على إيميل البرنامج اللي ظاهر على الشاشة المطار770@gmail.com. استنونا الجمعة الجاية وفي نفس الميعاد وحلقة جديدة من برنامج المطار.